في حركات معينة كده لما بتعملها الأنثى بتجذب الرجل، أو مش عايز أقول بتغريه بس بتشده قوي ليها وبتخليه مهتم قوي بيها وما ينساهاش وبيفكر فيها وحاجات كتيرة. ومهما كان الرجل ده بقى كبير صغير سوي متخلف عقليا أيا كان، يعني مهما اختلف نوع الرجل هي خلاص الفطرة بتاعت الرجال ما بتقدرش، أو فطرة إن هي يعني لا تقاوم الحركات دي. هو ده موضوع حلقتنا، ولكن خلوني سريع انا ارحب بكم وادعو اللي ما اشتركش في القناة ان هو يشترك عشان اشعاراتنا يعني توصل له على طول، والجديد يا ريت يعرفنا بنفسه عشان نرحب بيه. وتعالوا بينا نبتدي. اول حركة الابتسامة العفوية، العفوية التلقائية، ابعدي عن الابتسامة اللي فيها نوع من انواع التصنع، بقت معروفة ومهروسة ومدروسة والرجل بيعرفها قوي اليومين دول. العفوية اللي بتطلع من الانثى كده تلقائيا، مش مسبق ولا مخطط لها ولا مدروس لها، يعني بتأثر فيه قوي وبتأثره قوي وبتشده قوي ويقول عنك يعني بتبقى انثى طعمة قوي. نقول او ننصح يعني الابتسامة تأثيرها اقوى، اقوى بكتير من الضحكة اللي هي صوتها عالي قوي. تاني حركة يا ريت يا جماعة ندوس لايك عشان الحلقة دي توصل لكل النساء كده ونشير على قد ما نقدر، بالذات اصدقائنا اللي على الفيسبوك. دوسوا لايك لو عجبتكم الحلقة دي. يعني عارفين الحركة اللي هي ضم الشفتين دي او الشفتين دول قبل ما تبتدي في الكلام، او لو انت بتسمعيه يعني هو بيتكلم وانت قاعدة جنبه كده او قاعدة في وشه وهو بيتكلم. حركة اللي هي مش عارف انا لو عملتها مش هتطلع حلوة زي ما انا عايز اوصفها، فانتم افهموا بقى اللي هي ضم الشفتين دول ما ينفعش طبعا ان انا اعملها. فهنخش على طول على تالت حركة، ودي مؤثرة جدا وقاتلة جدا، وممكن في كتير من النساء الذكية والفاهمة أوي عارفاها وساعات بتعملها بدون قصد وبقصد، اللي هي اللعب في الشعر، لعب الأنثى في شعرها، أو إن هي تدخل صباعها في شعرها في حركات بقى. ما أنا بقول برضو شعري مش طويل مش هقدر إن أنا أمثل لكم يعني أو أجسد لكم، بس أكيد أنتوا كنساء وبنات فاهمين طبعا. ويا سلام بقى لو في أنثى بتعمل الحركات دي مع بعض، يعني بتضم الشفتين مع ابتسامة خفيفة كده أو ضحكة خفيفة عفوية مع اللعب في الشعر في آن واحد أو في وقت واحد، يا سلام بقى يعني بتبقى حاجة لا تقاوم أوي أوي أوي، وصعب إن الإنسان كده أو الرجل مننا يتجاهلها. صدقوني الحركات دي رغم بساطتها وسهولتها إلا إنها لما بتيجي عفوية ولوحدها غير مقصودة من الأنثى بتأثر أوي، بتشدنا أوي كرجال بقى. ويا ريت كل أنثى تكتب لنا في التعليقات كده هي بتعمل كام حركة من الحركات دي، لأن أنا مدمن زي ما قلت لكم على قراءة تعليقاتكم، وبحس إن إحنا عيلة واحدة وبنتفاعل كده. احمرار الوجه من الخجل، الوش اللي هو بيحمر ده من الخجل. اوعي تفتكري ان دي صفة وحشة فيكي كأنثى، لان في بعض الاناث يعني كان في بعض صديقاتنا بتكلمني على الفيسبوك بتقولي بتلخبط ومعرفش اتكلم لما اشوف حبيبي او اللي انا بحبه يعني، او يكلمني بحس ان انا متلخبطة ووشي احمر. انا عايز اقول لها، وانا قلت لها بالفعل يمكن هي لو سمعاني حتى ترد عليها في التعليقات، قلت لها دي من اكتر العلامات او من اكتر الحركات اللي بتشدنا احنا كشباب في الانثى، يا على الخجل والحمار اللي بيجي في الوش ده من الانثى وتأثيره القاتل. اصل الحركات دي حركات بالفطرة، يعني مهما كان الرجل بقى اوروبي افريقي عربي مصري سعودي خليجي ايا كان كبير صغير بيتأثر، مهما كان لها تأثير قوي جدا على فطرة الرجل لما تعملها أنثى، حتى لو هي مش في باله، حتى لو الأنثى دي يعني مش شغلاه أو أول مرة بيشوفها، بتشده أوي بالذات لو في البدايات كده، لو لسه ما فيش يعني ما يعرفهاش أو اتكلم معاها. والحركات دي كرجال احنا يعني بينضحك علينا، يعني بيأثر فينا حاجات بسيطة أوي للأسف. غلابة، احنا كرجال غلابة. أنا عارف إن انتوا عايزين تقولوا إن احنا غلابة ومساكين جنبكم من غير ما تقولوا، أنا مصدقكم. يعني بقى القاتلة
اللي هي عارفين الأنثى اللي تركز في عيون الرجل كده يعني ثانيتين ثلاثة، وبعدين تلف وشها تاني تبص على حاجة كانت هي بتبص عليها، أو ترجع في تركيزها للحاجة اللي كانت مركزة عليها. النظرة اللي هي اللي بتبقى برضو عفوية كده للرجل أو الشاب ثانيتين ثلاثة، مش هنقول التسبيل يعني، بس هي في نظرة كده أقرب للتركيز، للسرحان، للشرود. هي بتخطف قلب الرجل وخلاص، لما يبقى هو كده بيتكلم او بيتعامل ومش واخد باله ويبص كده يلاقيها بصله ثانيتين كده، وبعدين تيجي هي بصه لزميلتها مكمله حاجه بتعملها في ايه، ما اعرفش. احنا كرجال بنتقص. وعلى فكره العلامات دي انا جربتها، والله جربتها على نفسي يعني، حتى قبل ما تكون دراسه بيشترك فيها كل رجال العالم، انا كرجل معترف بكده ومعترف جدا وبتكلم، حتى لان انا يعني تعرضت للمواقف دي كلها، وحسيت قد ايه هي مؤثره فعلا على فطره وتكوين وشخصيه الرجل، مهما كان بقى تقيل وعامل نفسه ما بيتهزش وما فيش حاجه بتحركه، بس سبحان الله الحركات دي قاتله، تصيبه في مقتل، ممكن يعني تؤسر الرجل او تخليه اسير للانثى دي، ويتعود ان هو عايز دايما منها الحركات دي، يحبها، يوصل معاها لدرجه الادمان. اكتبوا لي ارائكم في الحلقه دي، انا بكون سعيد جدا، وشاركوا على قد ما تقدروا، عايزين نوسع عيلتنا، ودوسوا لايك. اللايك بقول دايما هو اللي بيوصلها لاكبر قدر من اصدقائنا، واللي بقى مش زهقان مني وعايز يشوفني اكتر من مره في اليوم، انا بقول احنا عندنا قناتين تانيين على اليوتيوب، اسال محمد وعيلته، قناة يعني بناخد فيها مشاكل أصدقائنا وفيها دروس مستفادة، وبناخد آرائكم، بنعرض مشاكل أصدقائنا اللي بيبعتولي على الفيسبوك والإنستجرام، وبيطلبوا نصيحتكم نعمل إيه وإيه رأيكم. وفي النهاية أغلب التعليقات هم بيكونوا معانا سامعين وشايفين بياخدوا بيها دي، اسأل محمد وعيلته. وقناة تانية للكورة، الناس اللي بيحبوا الكورة، لأن أنا بحب الكورة طبعا، فيا ريت تشتركوا فيهم يعني، بننزل حلقات باستمرار، وبقول دايما اللي يحب إن هو يعني يشوفني ما هوش زهقان مني، ممكن في القنوات دي يشوفني اكتر من مره. اللي بيسال بقى ازاي يبعت لي او يتواصل معايا، او بنعمل لايفات فين، او يسال في اللايف او كده، انستجرام او الفيسبوك. احنا تقريبا بنعمل يعني كل يوم جمعه على الانستجرام الاول الساعه 10 بتوقيت مصر، وبعده على الفيسبوك الساعه 11 بتوقيت مصر، لايف بقى بنهزر ونضحك ونلعب وندردش. وانا عامه الناس اللي بتبعت لي بحب ان انا اكون تلقائي جدا معاهم، نضحك ونهزر وعادي. كل الروابط دي لو انت على اليوتيوب هتلاقيها في وصف الفيديو، لو انت على الفيسبوك انزل على التعليقات هتلاقيها. تشرفوني جدا وبحبكم جدا، وبعد يعني دلوقتي بساعه كده عندنا على قناتنا اسأل محمد وعيلته زر وعادي، كل الروابط دي لو انت على اليوتيوب هتلاقيها في وصف الفيديو، لو انت على الفيسبوك انزل على التعليقات هتلاقيها. تشرفوني جدا وبحبكم جدا، وبعد يعني دلوقتي بساعة كده عندنا على قناتنا اسأل محمد وعيلته حلقة صديق لينا أو صديقة لينا بقى بتاخد رأينا في مشكلة، عايزة تشوف احنا يعني هنقول ايه، فهتنزل بعد دلوقتي بساعة يعني.